اليوم كنحضروا المنتدى شباب الأحرار من أكادير اللي قارب الموضوع ديال البعد الاجتماعي في البرنامج الحكومي خاصة في ظل هذه الأزمات الاقتصادية. كان لي الشرف أنني نساهم في الورشة الأولى اللي طرقات المكانة ديال القطاعات ديال الشق الاجتماعي في البرنامج الحكومي، والتدخل ديالي كان حول التوازن اللي خلقاته الحكومة ديال عزيز أخنوش ما بين الشق الاجتماعي في شموليته في تأسيس المنظومة المتكاملة والمتجانسة للمهتمة بالشق الاجتماعي اللي فيها التعليم، اللي فيها الصحة، اللي فيها التشغيل، اللي فيها الدعم، اللي فيها التماسك الاجتماعي اللي كنقلبوا عليه، ولكن أيضا اللي أعطات عناية كبيرة للشق الاقتصادي، لتقوية الاستثمار، لتشجيع المقاولات، لأن هذا التكامل وهذا التوازن ما بين هذ الشقين هو اللي غادي يوصلنا أننا نحطوا الأسس ديال دولة اجتماعية اللي كتمثل في الإنصاف، في تكافؤ الفرص، في الحرية، في التوازن ما بين الحقوق والواجبات. أنا لقيت بن صالح، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبة الرئيسة الجهوية لمنظمة المرأة التجمعية بجهة سوسمسة. أنا جد سعيدة اليوم باش نحضر في هذا اللقاء شبابي 100%، للحمد لله حضروا فيه قيادات وطنية على رأسهم السيد الوزير السابق محمد أوجار، واللي من خلالهم يعني عطاو قيمة كبيرة للشباب اللي ديجا واخدها في داخل حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال المراكز القرار المهمة اللي ولينا كنشوفوا فيها الشباب. الحمد لله اليوم في داخل التجمع الوطني للأحرار ما بقيناش كنشوفوا شباب كوسيلة فقط في الأيام الانتخابية، وإنما كنشوفوهم صناع القرار، كنشوفوهم في قطاعات وزارية مهمة داخل يعني البرلمان بغرفتيه، وكذلك بالمجالس الجهوية وجماعات الترابية. وهذا الشيء الحمد لله ما كيشجعنا وما كيعطينا إلا واحد الحماس باش نزيدو نخدمو وباش نزيدو نناضلو. واليوم هذا اللقاء دار في واحد القلعة ديال التجمع الوطني للأحرار اللي هي سوس، والحمد لله كان حضور كبير من طرف شباب ديال سوس ماسة، واللي ديما يعني منخرطين ودائما مدافعين على مبادئ حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل ترسيخ الموضوع اللي اليوم اللي هضرنا عليه داخل هذا المنتدى اللي هو الدولة الاجتماعية المتماسكة. ليلى بومكليوين، منتخبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار. اليوم على إثر سلسلة المؤتمرات المنتديات الجهوية المبرمجة على صعيد المملكة المغربية وتحت إشراف الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، اليوم كنتواجدوا مدينة أكادير من أجل الحضور الفعالية المنتدى الثاني بعدما كانت المحطة الأولى بمدينة الداخلة. اليوم كنتواجدوا من داخل القلعة التجمعية مدينة أكادير هنايا كنساء ورجال حزب التجمع الوطني الأحرار. هذا الجمع ديالنا اليوم هنايا هو اولا فرصه باش نعبروا على ثقتنا في الحكومه ديالتنا وباش نقولوا ليها بلي حنا راه كنايدوا القرارات ديالنا. ثانيا حنا هنا من اجل التاطير، من اجل التنظيم، من اجل الحوار، ومن اجل التعاون، وكنسطر على التعاون لانه لطالما مدرسه حزب التجمع الوطني الأحرار علمتنا اننا نتعاون فيما بيننا واننا نكون لحمه واحده وجسد واحد. احنا كشباب حزب التجمع الوطني الأحرار تاقفينا وعطانا الفرصة باش نتولوا مراكز ديال القرار. النقاش ديال اليوم اللي هو الدولة الاجتماعية في الحكومة المغربية كان واحد النقاش اللي جدي وغني بحضور مجموعة ديال الأطر اللي نقلوا التجربة ديالتهم الغنية والواسعة علينا احنا كشباب ديال الأحرار. الحمد لله سي محمد أجار حاول أنه يعدد لنا مجموعة من المشاريع والأفكار اللي طرحتها الحكومة الحالية ديالتنا بقيادة الأخ الرئيس عزيز أخنوش من أجل تدارك المشاكل اللي خلتها الحكومة السابقة. وحنا كمنتخبين عن حزب التجمع الوطني الأحرار واثقين بأن الحكومة المغربية ديالتنا غادي تلقى الحلول لجميع المشاكل لا السابقة ولا اللي كانت خبطوا فيها الآن.
وحنا كمنتخبين عن حزب التجمع الوطني الأحرار واثقين من الحكومة ديالتنا واثقين أنها غادي تلقى حلول لمشاكل السابقة بفضل المشاريع اللي هي خدامة عليها دابا، وبفضل نموذج تنموي جديد، وبفضل مجموعة من البرامج مثلا برنامج فرصة وبرنامج أوراش اللي غادي يستفدوا منه مجموعة ديال الشباب ومجموعة ديال المغاربة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.